التثاؤب عند الصلاة أو عند قراءة القرآن هو مما يدخله الشيطان على الإنسان ليصرفه عن الطاعة والإحسان والعبادة. ولهذا ينبغي الإنسان ألا يستسلم وأن يقاوم ذلك بما يمكنه من الأسباب، أسباب النشاط وأسباب البعد عن الكسل، فلا يستسلم للتثاؤب بل يكظم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فليرده ما استطاع، أي يكظم أو يضع يده على فيه ولا يسترسل مع دواء الكسل، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك منه الشيطان، هكذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبالتالي ينبغي الإنسان أن يدافع هذا وأن يغير مكانه وأن يتوضأ وأن يتنشط، ولكن لا يترك القراءة لأجل هذا إذا كان هذا ملازما له في كل قراءة، لأن هذا إذا كان ملازما له في كل قراءة فإنه في الغالب يكون من كيد الشيطان لصده وصرفه عن تلاوة القرآن والإقبال على الله عز وجل بالتعبد بتلاوة خير كلام وأصدق حديث وقول.